كنيسة مارشر بالبعمان تذكار الموتى المؤمنين، وذلك في قداس إلهي ترأسه الأب جوزيف سويد راعي الكنيسة بحضور جمع من المؤمنين والمؤمنات. وفي عظة القداس قال الأب سويد: نتذكر في هذا الأحد المبارك موتانا المؤمنين بالرب ونصلي لهم، حيث تدعونا كلمة الله إلى جمع الإيمان بالمحبة وترجمتها لخدمة المحتاجين والمتألمين من كارثة الزلزال الذي أصاب إخوتنا في سوريا وتركيا. كما نتذكر الأقارب والأصدقاء والأحباء الذين رحلوا عن هذا العالم ليرقدوا على رجاء القيامة، فهم أموات لكنهم أحياء بالرب، مشيرا إلى أن كل النعم التي هي بأيدينا هي جزء مما تركوه لنا. وختم الأب سويد عظته بالدعاء إلى الرب أن يقوي إيماننا ورجاءنا بالحياة، وأن يبقى موتانا بين عيوننا على مدى الحياة. الموت ربح لي، بيقول مربولوس. القديسة تيريزيا الطفل يسوع اللي ماتت عمرها 24 سنة، إخوتي حياتي لحظة أو ساعة تمر أو يوم واحد يفر يهرب من يدي، ما عندي إلا اليوم حتى أحبك تكون إلك تكون معك، ما عندي إلا اليوم، ما عندي إلا هلأ. مين بيعرف بعد ساعة أنا وين؟ أنتوا وين؟ نحن وأنتوا وين؟ كانوا نايمين، كانوا تحت لحافاتهم عم بيتدفوا، كانوا عيلة هيك مجموعين مع بعضهم شوي بلحظات مش موجودين. إخوتي سر كبير الموت، ولكن سره انكسر، شوكته انكسرت، وصار فيه إذا بدي سميها opening، انفتاح إلى عالم آخر، إلى حياة أخرى اسمها حياة المسيح.